الشرعي. حضرتكم النهارده من مدينه النور، وهي على غير المعتاد منوره من قدام كنيسه الساكركور، كاتدرائيه الساكركور في مونمارتر. يا رب اكون بعرف انطق الفرنساوي ده صح. الدنيا زحمه، بسجل على الموبايل. اتمنى برده ما حدش يجي في الكومنتات يقول لي صوت مش واضح ومش عارفه ايه. ادي اخره التصوير الاوت دور. مدينه النور اللي هي باريس يعني، او من يومين بالظبط يعني، الحلقه دي هتنزل يوم السبت. يوم الخميس كان الذكرى الثانيه لتاسيس هذه القناه العظيمه على اليوتيوب. طبعا هيجي حد في الكومنتات يقول ان انا قلت ان احنا احتفلنا بمرور السنتين في شهر 3 اللي فات. دي حقيقه، ولكن ده كان سنتين على البرنامج، لان البرنامج بالفعل بدا قبل ما يبقى على اليوتيوب فتره على فيسبوك. قعدتي بقى قعدت افكر ازاي ممكن نحتفل بهذه المناسبه السعيده، سنتين دول كتب على اليوتيوب. وبعدين قلت ان انا هعمل عكس اللي انا كنت بعمله طول الوقت. يعني انا من اول ما عملت البرنامج والفكره بتاعته اني اقول لكم على كتب قريتها وحبيتها واحب ان انتم تقروها. قلت بقى انا اقول لكم على كتب ان انا ما قريتهاش، والحقيقه المفروض تبقى مكسوفه من نفسي اني ما قريتهاش يعني، بس انا ما قريتهاش. انتوا مش قرب يعني، فاعترف لكم عادي. ودي كتب بتنتمي لليسته كده شهيره قوي بتاعت كتب كل الناس بتمثل انها قريتها ولكن هم ما قراهمش ولا حاجه. طبعا مش كل الناس يعني كل الناس، ولكن ناس كتير بتمثل ان هي قريتها حين ان هي ما قريتهاش، ولكن من كتر ما سمعت عنها ومن كتر ما هي موجوده في الثقافه حواليها هي ظنت ان هي قرأتها. بالتالي احتاج ادور على حته تانيه اروق شويه عشان الراجل واقف ورايا ده مبوظ لي الكادر خالص. طب اشمعنى الكتب دي تحديدا؟ الكتب دي تحديدا لان هي خلال اليومين اللي فاتوا او اليومين الجايين هيتم تحويلها سواء لاعمال تلفزيونيه او اعمال سينمائيه، سواء في انتاج اول او اعاده انتاج لافلام او مسلسلات كانت موجوده قبل كده. وبالتالي الفيسبوك والتايم لاين كله هيبقى بيتكلم عنها، وبالتالي هتبقى فرصه ان انا اقراهم اقل لان انا هيبقى بالفعل اتحرق لي الكتاب. يعني علما بان هو معظم الكتب دي الواحد عارف هي قصتها ايه او بتتكلم عن ايه، ولكن برضو يعني ما بحبش ان حد يحرقها له بشكل كامل. فيلا بينا. الفيلم الاولاني هو فيلم تولكن، وده مش فيلم عن كتاب ولكن هو عن سيره الكاتب جي ار تولكن، جون رونالد تولكن، اللي هو مؤلف ذا هوبيت ولورد اوف ذا رينجز، سيد الخواتم والحركات دي. الحقيقه انا اول ما وصلت باريس اول حاجه شفتها كانت في المترو بوستر اعلان الفيلم اللي هينزل كمان يومين، اللي هو نزل بقى اول امبارح كده. ورغم اني ولا قريت لورد اوف ذا رينجز ولا ذا هوبيت ولا شفت الافلام، ودي حاجات اساسيه عيب الواحد يكون ما شافهاش، لانه اي حد بيحب الفانتازيا لازم يكون قرا لتولكن، واي حد بيحب افلام الفانتازيا لازم يكون شاف الافلام اللي تعتبر من اهم التريولوجيز في تاريخ السينما، الا انا ما شفتش منهم ولا واحد ولا واحد خالص. ولكن انا عندي نقطه ضعف تجاه الافلام المبنيه على السير الذاتيه، خصوصا السير الذاتيه للشخصيات الادبيه المهمه. لو بنتكلم على الشخصيات الادبيه المهمه فاحنا ما عندناش اهم من تولكن. الحقيقه كمان ان باريس دايما مرتبطه معايا موضوع الافلام المبنيه على السيره الذاتيه للشخصيات الادبيه، لان انا فاكره لما كنت هنا من كام شهر اتفرجت على فيلم ماري شيلي اللي هي عامله فرانكنشتاين، وعشان كده اول ما رجعت عملت لكم الحلقه اللي عن فرانكنشتاين. رغم اني ما قريتش اي حاجه لتولكن الا ان هو حاضر في كتابات معظم اللي كتبوا في ادب الفانتازيا بعده. في ناس بتعتبره هو الاب الروحي للفانتازيا ومؤسسها، ولكن دي مش حقيقه، لانه الفانتازيا كانت ادب مستقل وموجود منذ قدم العالم، من اول ما العالم اتعمل، من قبل ما تولكن يتواجد خالص. ولكن احنا نقدر نقول بشيء من التجاوز ان تولكن هو مجدد ادب الفانتازيا، وده كان واضح في كتابات اي حد كتب بعده، سواء الحاجات اللي تحولت لافلام زي هاري بوتر او مسلسلات زي جيم اوف ثرونز او اي حاجه ثانيه. فانا كست بوتر هيد وطول عمري متربيه على هاري بوتر، بقراه وبعيد قرايته وبتفرج عليه وبعيد الفرجه عليه، بدعي لتولكن طول الوقت من غير حتى ما اكون عارفه عنه حاجه او قريت له حاجه، ولذلك هي فرصه مهمه ان انا اتفرج على الفيلم، ويمكن يمكن يمكن ده يخليني اروح بقى اتفرج على الافلام الثانيه او اقرا الكتب الثانيه. الكتاب الثاني هو 100 عام من العزله لجابرييل غارسيا ماركيز. الحقيقه انا بكره النظره الفوقيه اللي بينظر ليها محبي ماركيز للناس اللي ما بتحبش ماركيز او ما قراتش ماركيز او قرات حاجه معينه لماركيز وما عجبتهاش، لانه يعني مش ربنا عادي ان انا ما يعجبنيش ماركيز. ولكن هو انا فعلا بعترف ان انا ما قريتش 100 عام من العزله، ولكن مش مشكله، هو الواحد المفروض يتعود ان هو يفرق ما بين الاديب وادبه والمحبين والمشجعين بتوعه، لان المحبين والمشجعين بتوع اي حاجه بدايه من الادب والحد الاهلي والزمالك بيكونوا متعصبين جدا، وبالتالي احنا ما ينفعش ناخد على كلامهم ونظلم الراجل وكتاباته في الرجلين. وكوني ما بحبش ماركيز ما يعنيش ان انا بقلل من اهميته ك يعني صخره اساس في الادب اللاتيني وتاثر بيه معظم كتاب امريكا اللاتينيه، حتى اذا كنت احب ناس تانيين في امريكا اللاتينيه اكتر منه زي ماريو فارجاس يوسا، ولكن مش مشكلتي. انا قرات لماركيز من 10 سنوات تقريبا، وده يمكن مش افضل سنه ان الواحد يقرا فيه ماركيز. كان عندي 13 سنه او 14 سنه قريت الحب في زمن الكوليرا، والحقيقه ما عجبتنيش خالص خالص خالص، مع ان انا وقتها كنت قريت حاجات ثانيه ضخمه برده وعجبتني.
وقفلت من المركز وقلت يمكن الراجل ده مش بتاعي وخلاص. وقريت لكتاب تانيين وحبيت ناس تانيين، والراجل فضل بيني وبينه قطيعة لحد ما من سنة تقريبا قريت قصة موت معلن، واكتشفت ان هي رواية رائعة جدا. حبيت اسلوبه وحبيت الطريقة وحبيت التكنيك بتاعه في الكتابة رغم ان هي نوفيلا صغيرة جدا. فاقدر اقول انه قصة موت معلن صلحتني على ماركيز، وبناء عليه قررت ان انا هقرا له عملين هما اللي كانوا على الليستة بتاعتي من زمان، اللي هي مات عامل العزلة طبعا وخليفة البطريرك. ولكن طبعا قافت حارتنا النسيان، وقافتي انا الشخصية هي البروكريستينيشن، ونفضل نأجل 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 لحد ما نبقى مضطرين ندبس نفسنا في حاجة اما مش هنبدأها. مش بقى انا بتكلم على مات عامل العزلة دلوقتي، انا بتكلم عنها لانه نتفليكس ربنا يسامحها اشترت حقوق الرواية. وانا بقول ربنا يسامحها لان نتفليكس بالنسبة لي قادرة تبوظ اي عمل عظيم وتخليه حاجة فيستك، بس مش مشكلتنا. هي اشترت حقوق الرواية تقريبا في شهر 3 اللي فات، ومعرفش هي هتتحول للمسلسل امتى بالظبط او هيتم عرض هذا المسلسل امتى بالظبط، ولكن المهم انه هي قريب خلاص طالما الحقوق اتشالت هيتم تحويلها لمسلسل، فيبقى افضل ان انا اقراها قبل ما تتحول لمسلسل عشان لما اشوف المسلسل اعرف اقول هي نتفليكس بوظته فعلا ولا لا، او عشان اقول للناس اللي بيحرقوا الروايه القصه على الفيسبوك انه في ناس تانيين لسه ما قروهاش، بس ما يبقاش بتكلم عن نفسي، ابقى بتكلم عن الناس التانيين وبدافع عن بقيه الموضوع. الكتاب الثالث هو كاتش 22 لجوزيف هيلر. جوزيف هيلر هو كاتب امريكي يعتبر من فتره الكتاب المودرن كلاسيكس اللي هما الفتره المفضله بالنسبه لي زي ما قلت لكم قبل كده. كاتش 22 هي روايه كلاسيكيه عظيمه بتتكلم عن الحرب، تعتبر من اهم الروايات اللي كتبها عن الحرب. مش هينفع تقرا اي حاجه بتتكلم عن الحرب، اي مقالات او اي ريفيوز بتتكلم عن كتب اللي بتتكلم عن الحرب من غير ما ياتي الذكر على كاتش 22. كاتش 22 بتجري احداثها في الحرب العالميه الثانيه، ولكن حتى لو لقيت حاجات احداثها عن الحرب العالميه الاولى هتلاقيهم برضه ذاكرين كاتش 22 لانه في حاجات اتكتبت بعدها عن حروب قبلها، وبالتالي كلهم اتاثروا بيها. للاسف الروايه دي لسه ما اترجمتش عربي، ولكن انا جود ريدز بيرشحها لي كل يوم الصبح اللي هو صباح الخير يا ندى خدي اقري كاتش 22. وذلك لاني خلال الفتره اللي فاتت كنت بقرا كذا حاجه عن الحرب العالميه الثانيه والاولى تقريبا، وهو طالما انت عجبك دول اكيد هيعجبك كاتش 22. وما اعرفش ليه حظ الروايه وحش معايا، كل ما اجي ابتدي فيها بيحصل حاجه تخليني اجلها اركنها ابدا فيها شويه واقوم سايباها، رغم ان انا على اللي انا قريته فيها الروايه كانت عظيمه جدا. الفكره بس في الحرب العالميه سواء الاولى ولا الثانيه انه اي حاجه اتكتبت عنها او الكتاب بتوع الفتره دي اللي هم كتاب فتره الحرب اللي تاثروا بالحرب في كتاباتهم، سواء بيكتبوا بشكل اساسي عنها زي كتابات من جوه الحرب من جوه الجبهه نفسها زي كل شيء هادئ على الضفه الغربيه بتاعت ريمراك، او بتتكلم عن الحرب بشكل هزلي زي مثلا المسلح رقم 5 بتاعت كيرت فونيجت، او اي حاجه ثانيه تناولت الحرب من منظور اجتماعي او تاريخي او سياسي او اي حاجه، كل الكتب دي بتنفذ على بعض، فاذا قريت واحد غالبا هيوصلك للتاني وللتالت. والمقصود هنا مش ان انت لو قريت واحد فانت مش مضطر تقرا الباقيين لانهم اكيد مختلفين يعني، ولكن انه من كثر ذكر بعض العناوين حواليك او على ودانك بتعتقد ان انت قريت الروايه او عارف هي بتتكلم عن ايه، وبالتالي مش مضطر تقراها. بما ان هولو قررت انها تحول هذه الروايه الكلاسيكيه الامريكيه الجميله لمسلسل تقريبا بدا في الشهر اللي فات شهر 5، فان الاوان ان انا اقرا الروايه، لانه مش معقول انه المسلسل يكون موجود وكل الناس بتتفرج عليه وكل الناس بتتكلم عليه وانا مش قادره اشارك معاهم علشان انا ما قريتش الروايه، وانا عارفه انه انا اذا اتفرجت على المسلسل الاول غالبا مش هقرا الروايه. جدير بالذكر ان المسلسل من بطوله هيو لوري اللي هو دكتور هاوس بطلي المفضل، ويعني المسلسل الوحيد اللي اتفرجت عليه بتاع 60 مره، ودي من المشكلات اللي ممكن تكون موجوده في المسلسل بتاع كاست 22 انه الناس اللي اتفرجت على هاوس وتعلقوا بالكاركتر ان هو هاوس بيبقى صعب عليهم ان هم يقتنعوا بيه في شخصيه تانية مهما كانت عظمه الشخصيه او حرفيته في القيام بيها، بس يعني هنشوف. بس كده سيبونا في التعليقات ايه الروايات او الكتب اللي المفروض انه ناس كتير جدا قراتها حواليكم وانتم ما قريتوهاش ومتخيلين ان انتم قريتوها وانتم عارفين ان انتم ما قريتوهاش وناويين تقروها ولا مش ناويين تقروها. استنونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده من دود الكتب. شكرا.